رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل جلاله قد تمجد بالجمال والجلال والكمال، فقد اتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، وتفضل على عباده بنعمة الخلق والهداية، وبنعمة بعثة الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع، وأنعم عليهم بأنواع النعم التي سبقت خلقهم، فقد جعل لهم الأرض مهادا، وجعل فيها من أنواع الأرزاق، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وجعلها كفاة أحياء وأمواتا، فالأحياء تحملهم على ظهرها والأموات تسترهم في بطنها. وأنعم عليهم بأنواع النعم الخفية من نعمة الدفع، فقد دفع عنهم من أنواع الشرور والبلايا ما لا يعلمه إلا هو جل جلاله، فجعل لهم هذه الأرض مهادا بين الكواكب الباردة والكواكب الحارة، فمن الكواكب ما لو اقتربت منه الأرض لما عاش أحد عليها من شدة الحر، ومن الكواكب ما لو اقتربت إليه الأرض لما عاش عليها شيء من شدة البرد، فجعل الله الأرض بين ذلك، وجعلها تتحرك بحسب فصول السنة، وجعل فيها مواسم للخيرات، ومواسم للنباتات، ومواسم للفواكه، ومواسم للعبادات، وكل ذلك من نعمه، فلذلك كان هو وحده الذي يستحق العبادة، وكانت من خصائص الألوهية، وهي حكمة من حكمتين من أجلهما خلق الله هذا الجنس البشري. الحكمة الأولى مشتركة بين الجن والإنس، وهي العبادة، وفيها يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحكمة الثانية مختصة بالإنس، وهي الاستخلاف في الأرض، فقد استخلف الله أبانا آدم في الأرض، فمكن له كل ما فيها، وخلق له ولذريته كل ما فيها، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، فهو نكتة العالم، كل ما في هذا العالم الذي ترونه نكتته، وما خلق من أجله هو هذا الجنس البشري الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فعلى هذا يستحق ربنا الكريم جل جلاله العبادة لذاته، فهو خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ وهو رب كل شيء، وهو الحكم في الأمر كله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهو مدبر كل شيء لا يستغني عنه شيء من خلقه، وهو الغني الحميد لا يحتاج إلى أحد من خلقه. فلو أن العبادة جميعا عبدوه غاية العبادة، وداموا على ذلك آلاف السنين أو مليارات السنين، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو اتفقوا جميعا على معصيته ورفض أمره وحكمه، ما نقص ذلك من ملكه شيئا، فهو الجبار جل جلاله الذي يستحق هذه العبادة. فهذه العبادة إذا حق للجبار جل جلاله، فهو مستحقها، لكن لا يمكن أن يعبده إلا من اختاره للتوظيف في ذلك، فليست ناشئة عن قناعة عقلية، ولا عن مستوى ثقافي، ولا عن ميراث عن الآباء والأجداد، وإنما هي اختيار رباني، فهي منبثقة من الإيمان، والإيمان نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور يهدي الله به من شاء من عباده، هذا النور الذي هو الإيمان أبلغ آثاره العبادة لله جل جلاله، فمن آمن بالله علم أنه قطعا يستحق العبادة لذاته، وهو يستحق العبادة كذلك لصفاته، فقد اتصف بكل كمال، وهو يستحق العبادة لأفعاله، فرفع السماء من غير عمد، ودحو الأرض وبسطها، وخلق الإنسان بهذه الدقة، وخلق الخلائق الأخرى، وتقسيم هذا العالم إلى عالم علوي وعالم سفلي، وتقسيم حياة الإنسان إلى حياة دنيوية وحياة أخروية، كل هذا تقسيم دقيق وعلم عظيم وحجة بالغة يستحق الله العبادة من أجلها، ويستحق العبادة من أجل لطفه بعباده،
فالإنسان لطف الله به بأنواع الألطاف العجيبة، منها لطفه به بخلقته، فقد خلقنا الله في الأصل من تراب وجعلها أصلا لنا ومعادا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لأنه علم أنها مكان حياتنا، فلو كنا من عنصر آخر لما ناسبنا العيش على هذه الأرض. لو خلقنا الله من أي عنصر آخر من عناصر الكون لكانت هذه الأرض تضر بنا ضررا بالغا ولما استطعنا أن نعيش عليها. لطف بنا في أرحام الأمهات فقدر خلقنا تقديرا، وكان بالإمكان أن يبرزنا للوجود دفعة واحدة كما أبرز أبانا آدم عليه السلام، لكن من لطفه أنه درج خلقتنا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا التقدير العجيب الذي خلقنا به بين قدرته فيه وتقديره، فقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. قراءتان سبعيتان، فقدرنا فنعم القادرون أو فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا معناه لا يقع شيء من ذلك إلا بقدر الله ورسمه وتخطيطه السابق لخلق الإنسان. فقدرنا معناه لا يقع شيء من ذلك إلا بقدرة الله جل جلاله التي ما لها حدود، ما شاء الله كان وما لم يشأ منه فنعم القادرون. يستحق العبادة كذلك للطفه بالإنسان وهو جنين في بطن أمه، فقد مكث 9 أشهر وهو يسبح في بركة ماء لم تدخل قطرة منها يوما في أنفه ولا في عينه ولا في حلقه ولا في أذنيه ولا في أي منفذ منه. يأتيه رزقه وتخرج فضلاته من عرق واحد هو الحبل السري الذي هو بمثابة عرق البذرة. عرق البذرة يوصل إليها تغذيتها والأكسجين الذي تتنفس به ويخرج فضلاتها كذلك. فكذلك هذا الحبل السري للإنسان جعله الله المصدر الوحيد الواصل إليه إدخالاً وإخراجاً، ثم لطف به بعد ذلك بإخراجه إلى ما قدر له من أنواع الأرزاق وهيأها له قبل مولده، فخرج وهو مفطور على طريقة استعمالها. ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين. ثم بعد ذلك يستحق العبادة لفطرة الله التي فطرنا عليها، فما منا أحد إلا وهو يولد عند خروجه من بطن أمه مفطوراً على فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء، فهل ترى فيها أي في البهائم وقت ميلادها من جدعاء أي مقطوعة الأذن أو مقطوعة الذنب أو مكسورة القرن، لا ترون فيها أي قطع. وفي الرواية الأخرى في الصحيح فهل ترى فيها من جدع، أي هل ترى في البهيمة الواحدة عند مولدها من جدع أي من قطع لأي عضو من أعضائها، الأذن كاملة والذنب كامل والأعضاء كاملة وبالأخص البشر، فقد جعله الله في أحسن تقويم. في أحسن تقويم العينان متساويتان والمنخران كذلك والأذنان واليدان والرجلان والأعضاء المزدوجة كلها على هذا التقويم العجيب، سواء منها ما ظهر وما بطن، لكن ما بطن أدق. هذه الأجهزة جهاز التنفس، جهاز الهضم، أجهزة عجيبة جدا، من أبسطها جهاز السمع الذي تستمعون به إلى كلامي الآن، قدره الله تقديرا عجيبا وجعله يستقبل هذه الذبذبات
والأصوات ويحولها إلى إشارات يقبل العقل فهمها واستيعابها. ثم بعد ذلك يستحق الله العبادة لتشريعه، فهو الذي حررنا من عبادة الأغيار واختار لنا الدين قويما، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فيه تحرير لعقولنا من الخرافات والدجل وكل ما هو مضر بنا، وفيه تحرير لأبداننا من الأضرار، فكل المحرمات التي حرم الله علينا فيها أضرار فادحة لأبداننا وأدياننا، وفيه تحرير كذلك لأرواحنا من التعلق بالمخلوقات، فإننا نعلم أن المخلوق لا ينفع ولا يضر، وأن الله وحده هو القادر على ذلك، ولهذا نادانا نداء عالميا خاطب الله به الخلائق جميعا، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. قال أهل العلم: إذا سمعت فاستمعوا في القرآن فامتثل الأمر، استمع بنية الامتثال، أن الله أمرك بالاستماع فأنت الآن تستمع امتثالا لأمر الله. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. اختار الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده للإيمان والعبادة، فدلهم على سبيله وعرفهم بنفسه وشرع لهم أحكامه وعرفهم ما يعبدونه به، فلو أنه امتحنهم بالعبادة ولم يعلمهم ما يعبدونه به لتاهوا وضاعوا، وأنكر بعضهم على بعض واختلفوا، ولو أنه علمهم ما لا يطيقون أو شرع لهم ما لا يطيقون لكان ذلك عناء وعنة عليهم، فجعل ما نتعبد به مصلحة لنا، هو عين المصلحة. عندنا مثل حساني يقول: اللبن وجه رسول. رجل جائع وظمآن جاء إلى قوم فناشدوه بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب اللبن، قال المصلى أن عدله لا لبن وجه رسول. هذا صار مثل. كذلك هذه التكاليف التي كلفنا الله بها هي اللبن وجه رسول، هي مصلحتنا جميعا، وهي أمر ربنا الذي نعبده به. فالعبادة كلها لمصلحتك أنت أولا، ولا بد أن تجزم بذلك، ما نهيت عنه يؤدي بك إلى ضرر ماحق ساحق، وما أمرت به يؤدي بك إلى مصالح، إلى جمع المصالح الدنيوية والأخروية، يحقق لك آمالك، يحقق لك الراحة النفسية، يحقق لك انشراح الصدر وسعادة البال، يحقق لك صحة في البدن واستعمالا له فيما خلق من أجله. هذا البدن أنت لم تخلقه، والذي خلقه فطره على هذه العبادة وجعلها بينة لديه. الإنسان مفطور بها لو ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم حتى عقل وبلغ، فإنه يحتاج إلى شيء يعبده، سيبحث عن شيء يعبده. إن هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا عبد حجرا أو شجرا أو صنما أو غير ذلك من أنواع ما يعبده الناس. لكن لا يمكن أن يكون الإنسان السليم الفطرة مستغن عن الدين، ملحد لا يؤمن بشيء، هذا لا يقع إلا لمن فسدت فطرته. والفطرة تفسد بثلاثة أمور: الأمر الأول منها التكبر، فمن كان فيه الكبر في نفسه فكبره مفسد لفطرته، كما كان عليه فرعون الذي كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فسدت فطرته فقال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. فهو يعلم أنه كاذب وعقله يشهد بذلك، ولهذا قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ولم يقل: يا هامان احفرني بيرا لعلي أطلع في الأرض على إله موسى. فهو مفطور على أن الله متصف بالعلو على خلقه،
ومتصف بهذا الكمال المطلق. لذلك قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زجنا لفرعون سوء وعمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ففسدت فطرته بسبب تكبره. السبب الثاني من مفسدات الفطرة العناد. والعناد وصف ذميم من أوصاف الخلطة، فخلطة الناس تنشأ عنها أوصاف، منها اللطف واللين، يكون الإنسان لطيفا لين الجانب يسهل التعامل معه، هذا وصف من أوصاف الخلطة. ومنها الانزوائية والانطوائية، يكون الإنسان لا يحب الناس ولا يخالطهم ولا يصبر عليهم بحال من الأحوال. ومنها هذه الصفة التي تسمى بالانكماش أو الانزواء على النفس، وصفة العناد يكون الإنسان معاندا مطلقا. والمعاند لا يوصله العقل إلى الحق لأن عقله محجوب، ولا توصله عقول الآخرين إلى الحق لأنه معاند لهم، فإذا أخبره بأي خبر لا يصدقه، وإذا أروه أي شيء ينكر أنه قد رآه. هذا هو العناد. والعناد حال الله به وبين طائفة من الذين لا يرتضي الله عبادتهم بينهم وبين هذا الدين وسبيل الله. فالله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس أجمعين. والهداية ليست بإقامة الحجة وإبداء المعجزات، فهذه لو وقعت ولم يرد الله الهداية بهم لما اهتدوا، كما قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين ولا يرتضي عبادتهم يصرفهم عن سبيله ومنهجه، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك. هذه سنة كونية، يؤفك أن يصرف عنه عن هذا القرآن الذي هو سبيل الله وحبله المتين من أفك في علم الله، من سبقت له سابقة الشقاوة في علم الله يصرفه الله عن صراطه وسبيله وعن قرآنه ومنهجه. حتى لو اقتنع بذلك لا يستطيع أن يسلك ذلك السبيل. ولهذا قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فأولئك مصروفون عن سبيل الله، لم يرتضي الله خدمتهم للدين، فحال بينهم وبينه كما قال سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. فأنتم تعرفون أن السيئات يكرهها الله، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالسيئات يكرهها الله، لكن هؤلاء كره الله حسناتهم مع سيئاتهم عائدا بالله، فكل عملهم مكروه عند الله جل جلاله منقوت. فأحسن ما يمكن أن يتجهوا إليه من الأعمال أن يعبدوا الله وأن ينصروا دينه وأن يخرجوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الغزو في سبيل الله، لكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وبين حكمته بذلك فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. فشاء الله بحكمته البالغة أن يهدي
الذين هداهم لهذا الدين وأن يستعملهم في الطاعة، فهم مسخرون لها بأصل الفطرة. فإذا تكبر الإنسان كان ذلك صارفا من الصوارف التي تمنعه من سلوك هذا الطريق. الصارف الثاني المفسد للفطرة بعد التكبر هو العناد كما ذكرنا، وقد ذكره الله في بني إسرائيل فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم موقنون بأن موسى رسول الله وبأن ما جاء به وحي من عند الله، ولكنهم مع ذلك يعاندون، فهم قوم بهت مفطورون على العناد. والصارف الثالث هو التقليد، والتقليد معناه أن تعطل عقلك وتتبع عقول الآخرين، كأنك جعلت عقول الآخرين قلادة في عنقك، أو كأنك جعلت أعناق الآخرين محلا لك، فالقلادة تابعة للعنق تتحرك بحركته، والتقليد لا يكون إلا عن جهل، ولذلك هو ضد العلم، كما قال البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجحال بالتقليد. فالجحال إنما ينطلقون عن تقليد. والتقليد ثلاثة أقسام: أولها تقليد الآباء والأجداد، وهو حجة مكذب الرسل، فجميع من كذب المرسلين عبر العالم كله عبر التاريخ حجتهم وحيدة: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فهم مقلدون لآبائهم وأجدادهم وما لهم حجة سوى ذلك. وقد بيّن الله أن هذا دأبهم مع كل نبي من الأنبياء، فهذا هو دأبهم دائما، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وعمم الله ذلك: وكذلك ما أرسلنا، هذا أسلوب حصر. فهم جميعا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وهذه حجتهم، ما لهم حجة سواها. هذا تقليد الآباء والأجداد في رفض الحق. وهذا التقليد أصحابه لو عقلوا لرجعوا إلى الصواب، لأنهم لا يقلدون الآباء والأجداد الآن في استغلال نعمه، فكيف يقلدونهم في عبادته وأداء حقه، ولا يقلدونهم في أخذ خيره ونعمته؟ لو عرض على أحد منهم الآن أن يعيش كما كان يعيش آباؤه وأجداده قبل 50 سنة، فلا يلبسوا إلا ما كانوا يلبسون، ولا يأكلوا إلا ما كانوا يأكلون، ولا يسكنوا إلا فيما كانوا يسكنون فيه، ولا يركبوا إلا ما كانوا يركبون، هل يقبل ذلك أحد من الناس اليوم؟ هل يمكن أن يرضى أحد منكم الآن أن يلبس كما كان يلبس أجداده قبل 100 سنة أو 50 سنة أو أقل من ذلك، أو أن يأكل ما كانوا يأكلون ويشرب كما يشربون ويركب كما يركبون ويسكن فيما يسكنون؟ لا. إذن نحن تترى علينا نعم الله وهي في ازدياد دائم، فنأخذها ولا نقلد آباءنا وأجدادنا في استغلالها وأخذها، لكن فيما يتعلق بعبادته نرضى بما كان لديهم بل أدنى منه، ننقص مما كانوا عليه. أليس هذا ظلما للنفس؟ أنت ترضى بما كانوا عليه من العبادة بل ترى أنه أكبر من حجمك، وأنك ترضى بما دونه فيما يتعلق بحق الله، لكن ما يتعلق بحقك أنت ونصيبك من نعمته لا ترضى بما كانوا عليه وتريد أن تزيد. هذا ميزان غير مستقيم وهي قسمة ضيزى. النوع الثاني من أنواع التقليد تقليد القادة والزعماء، سواء كانت زعامتهم دينية أو كانت زمانية سياسية، فكثير من الناس يقلدونهم إما رغبة فيما في أيديهم أو رهبة من بطشهم، وقد يكون ذلك ناشئا عن فسقهم، فالغوغاء والعامة قد لا يصل إليهم أي نفع من الحاكم الذي يقلدونه، ولا يرجون منه أي خير، ولا يخافون منه لأنه لا يعرفهم ولا يعرف أعيانهم، لكن مع ذلك يطبلون له ويجتمعون عليه. لماذا؟ هل يرجون أن يوزع عليهم معروف الخير؟ لا يرجون ذلك. هل يخافون أن يضع أفرادهم في السجون؟ لا يخافون ذلك، فما جاء بهم إلا النزق والطيش. ولهذا قال الله تعالى في أهل مصر عندما أمرهم فرعون قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
فهذا التقليد ناشئ عن نزق، تقليد الزعماء. فكثير من الناس يستسلم لهم، فما فعلوه هو الصواب، لا يناقش فيه نفسه ولا يبحث فيه عن أصل ولا دليل. القسم الثالث من أقسام التقليد هو تقليد النظراء، وهذا سبب انحراف كثير من الشباب ووقوعهم في كثير من الفواحش والمنكرات. ما فعلوها لأنها جميلة ولا أنها حميدة ولا أنها تحقق لهم أي هدف، وإنما فعلوها تقليدا لنظرائه. ترى أشكالا من اللباس وأشكالا من حلقات الشعر مفزعة في الواقع، مروعة، ليست موافقة لفطرة البشر، ولا هي جميلة في نظرهم. لماذا يقدم عليه الشباب؟ ما فعلوها إلا تقليدا للنظراء وأصحابه. كثير من العادات هذا سببها، كشرب الدخان مثلا، طعمه ليس حلوا ورائحته ليست جميلة زكية ولا له فائدة بدنية، وإنما يقلد فيه الإنسان بعض أصحابه ثم يراجعه فيصبح إدمانا لديه وعادة فقط، وإلا فلا يحقق له أي هدف أي كان. فهذا النوع من التقليد أيضا مفسد للفطرة. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي سبب من أسباب استحقاقه للعبادة. العبادة التي يستحقها الله جل جلاله جدير بنا أن نناقشها، فنحن كل يوم في استغلال خيراته ونفعه ونرجو منه المزيد دائما. إذا سجدنا ندعوه ونسأله، وإذا جلسنا ندعوه ونسأله، وإذا قمنا ندعوه ونسأله، وإذا سلمنا من الصلاة ندعوه بعد الصلاة، وإذا دخلنا المسجد ندعوه، وإذا خرجنا من المسجد ندعوه، وإذا جاءنا ضر دعوناه لرفع الضر، وإذا رغبنا رغبة أيا كانت دعوناه لجلب تلك المنفعة. يسأله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض يسألونه جل جلاله، وهو غني عنا ونحن فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن هذا الذي يعطينا قبل المسألة ويلهمنا المسألة ويعطينا بعد السؤال ويدفع عنا ما لا نعلمه نحن، هذا الهواء الذي تتنفس فيه من أنواع الميكروبات والأضرار شيء هائل ولا تراه حتى تهرب منه. لو أطلعك الله عليه ورأيته لمتك مدى، ما تستطيع أن تتنفس فيه، لكن الله رفع عنك هذه الأضرار وطردها عنك. هذه الشمس يأتي منها من الأشعة المحرقة الضارة شيء هائل جدا، فهي من أنفاس جهنم عائذا بالله منها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. لكن الله دفع عنك أضرارها فجعل بينك وبينها حجابا. لو وصلت إليك تلك الأشعة الضارة لما استطاع جلدك مقاومتها. يدفع عنك الضر وأنت نائم، يدفع عنك الضر وأنت صغير لا تستطيع دفعه، يدفع عنك الضر وأنت غائب، فهو الخليفة في الأهل والمال، يدفع الضر عن أهلك ومالك وعن بيتك وأنت غائب. فهذا حقك أنت أخذته ونعمت به ولا تلام على ذلك، لكن في مقابل ذلك ماذا فعلت في حق الله؟ حق الله أن تعبده، فلا يمكن أن تكون لئيما مع ربك، تأخذ خيره فتأخذ حقك ولكن لا تؤدي إليه هو حقه، هذا وغاية اللؤم. فإنما العبودية معاملة بين طرفين، بين رب كريم غني شكور وبين عبد ذليل محتاج فقير، فلا يمكن أن تأخذ جانبها الذي ليس فيه تبعة والذي أنت محتاج إليه وتترك الجانب الثاني، فهي صفقة لها طرفان لا بد
في مقابل ما تأخذه من النعم أن تعبد الله جل جلاله. هذه العبادة جدير بنا أن نناقشها وأن تكون من اهتماماتنا، لأننا خلقنا من أجلها، ونحن مسخرون في الأصل لها. فقد جعل الله الإنسان بين نوعين من أنواع الخلائق، نوعين أسمى منه هو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نحن لا يفتر أحدنا إذا سبح نصف ساعة أو ساعة. ونعد من العباد من جلس في المسجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو من جلس مدة ساعة واحدة ينتظر الشروق، نرى أنه من العباد من خير أهل الأرض. والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مليارات السنوات وهم على تسبيحهم لا يقطعونه بأي شيء ليلا ونهارا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساهد أو راعي. أربعة أصابع فقط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساهد أو راعي. وأهل السماء من الملائكة الكرام يعبدونه هذه العبادة ويعرفونه سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يخشونه غاية الخشية. إذا تكلم بالكلمة من كلامه جل جلاله امتلأت قلوبهم من الفزع، فلا يعقلون ما يقول، حتى إذا فزع عن قلوبهم معناه رفع عنها الفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. يبادرون بتصديق قبل أن يقال لهم ما قال، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة الكرام جل جلاله من خلقهم ومحضهم العبادة، جعلهم الله سبحانه وتعالى مسخرين للعبادة، وهم مثل غيرهم خاضعون لسلطان الله جل جلاله خوفا وطمعا ورجاء. كثير من الناس يظن أن الملائكة عبادتهم شهوة ولذة، وهذا غير صحيح. ولذلك قال الله تعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، قالها في المسخرين. وقال في الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يتوعد الله جل جلاله من يشرك به حتى لو كان ملكا: من يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. القسم الثاني الأدنى منا الحيوان البهيمي. الحيوان البهيمي لم يسخر للعبادة، يعيش الجمل الضخم الكبير مدة عمره إلى الموت، لم يتعلم ولم يسجد ولم يركع إلا ما كان من عبادة الجمادات التي هي بالتسخير: فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كثير حق عليه العذاب، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. لكن المسخرون للطاعات يعرفون أن هذه البهائم حياتها ما لها معنى، فهي تصرف حياتها من أجل التمتع على الأكل والشرب وغير ذلك من اتباع الشهوات حتى تموت. البشر جمع الله لهم بين الخاصيتين: خاصية الملائكة الكرام فهم مكلفون بالعبادات، وخاصية البهائم فهم ممتحنون بالشهوات. فمن اتبع منهم الشهوات وضيع التكاليف التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منها رتبة عند الله، كما قال الله تعالى:
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه ندى إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ضرب الله له أخص الأمثلة من البهائم، فمثله كمثل الكلب. الكلب هو أخص البهائم. أولا، البهائم إذا مدحت تمدح بالشجاعة كالأسود والنمور، أو بجمال الصورة كالظباء والغزلان، أو بالفائدة كالأنعام. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الكلب ليس فيه شيء من ذلك، لا عنده شجاعة الأسد ولا جمال الظبي والغزال ولا فائدة الجمل أو البقرة أو غير ذلك، ما فيه فائدة. فلهذا ضرب الله به المثل للكافرين، فقال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ولهذا الكلاب تدرب وتكلب على بعض الفوائد، ولكن مع ذلك لا تصل إلى النفع، لأنها تبقى نجاستها وشرها. وقد قال أحد الشعراء في أحد الأمراء: قل للخسيس يا أبي رياش لا تبل، ته كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. فالكلب إذا اغتسل وصلت نجاسته إلى غيره، لأنه ينتفض فيتطاير منه النجس إلى غيره، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. وكذلك بالحمار الذي هو ألأم البهائم، يتبع من يضربه ويذل له، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، هذا على الخصف مربوط برمته، ولا يخص ولا يشج ولا يرثي له أحد. فلذلك ضرب الله المثل لليهود عليهم لعنة الله بالحمر الأهلية، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أما إذا أخذ الإنسان حظه من العبادة ولم يتبع الشهوات فإنه يلتحق بالصنف الأسمى، وهو الملائكة الكرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه ويتعتع فيه وهو عليه شاق ممن يؤتى أجره مرتين. هذا مع السفرة الكرام البررة، وهم الملائكة الكرام. هذا مقام رفيع، هو مقام العابدين. العبادة يدعو إليها أنها حق لله وأن الله يستحقها، ويدعو إليها ثوابها الذي رتب الله عليها، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كل من أحسن عملا فعبد الله العبادة التي يستحقها فإن الله يضاعف له ذلك أضعافا مضاعفة، ويثيبه عليه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العبادة يدعو إليها كذلك أنها شرف للعابدين، فالعابد الذي خلصه الله من المذلة للمخلوقين لا يطمع في مخلوق ولا يخاف من مخلوق، ويرغب فيما عند الله جل جلاله وهو مكتف به، أليس حرا طليقا ليس عليه ضغط لأحد؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
هي سعادة اللسان وحرية له. العبادة يدعو إليها أثرها على الإنسان، فهي نور للقلب يمكن الإنسان من فهم كلام الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهي نور في الوجه، فالعابدون يظهر أثر السجود على وجوههم نورا من عند الله جل جلاله، كما وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين معهم، فقد قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. كذلك يدعو إلى العبادة أنها راحة للنفس وسعادة وطمأنينة، فالعابدون لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يهلعون ولا ينشغلون عن الله بنعمه عليهم. إذا جاءت السراء لم تزدهم إلا شكرا لله، وإذا جاءت الضراء لم تزدهم إلا تعلقا به جل جلاله وصبرا له. ولهذا قال الله في الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. العباد الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى يوفقهم الله، لو أصابتهم ضراء فإن الله علم أن ذلك خير لهم، يرفع به عنهم من أنواع البلاء أضعاف ذلك، ويرفع لهم به الدرجات، ويكسبهم به الأجور التي لا يصلون إليها بأعمالهم. ولذلك قال في قصة أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذه رحمة من عند الله وذكرى للعابدين، هي تذكير للعابدين بعلاقتهم بمن يعبدون. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: ذكرى للعابدين أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، فقد ابتلينا من هو أحب إلينا منهم، هؤلاء أنبياء الله هم الإسوة الصالحة فبهداه مقتدي. فإذا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى كان ذلك ذكرى للعابدين لئلا يتوهموا أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. العبادة التي يستحقها الله جل جلاله لا تكون إلا بما شرع، فلا يمكن أن يقول الإنسان: أنا سأعبد الله فأسير مع هواي ولا أحتاج إلى تعلم لما جاء به الرسول من عند الله، ولا أحتاج إلى أي مرشد في ذلك، فينطلق في جهله ويظن أنه يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل، فهذا لا ليس موفقا ولا معانا على الطاعة أبدا. رابي يا بابا يا بابا تلفزيون مرابطون من قرتي يوتي دي مورن ايميسي من قندتي الدولال